إسماعيل ممات يخرج له ألبا، صعب الكرة هذه هي وهرنانديز يوصل عليه ألبا الآن مرفوع عرضية جواكيم جول. الدقيقة 41 جواكيم يعدل النسيج لفالنسيا ويسجل هدفه الثالث هذا الموسم. بصعوبة كبيرة فالنسيا يتمكن من التعديل في غفلة من دفاع فريق الأتليتيكو. الكرة كانت ممتازة من المونديز ناحية جوردي ألبا على الجهة اليسرى، التوزيع الأرضية خرج جواكيم في القائمة الثانية، شوف الإعادة مرة أخرى، فتحوا اللعب هنا عناصر فريق فالنسيا. المونديز لجوردي ألبا، كرة أرضية توغل جواكيم، مرت الكرة من الويبيريا لم يكن متسللا وهدف التعادل لفالنسيا 4 دقائق قبل نهاية الشوط الأول. أتليتيكو مدريد هدف، فالنسيا هدف في ملعب فيشنتي كالديرون في مدريد. هدف راح يدخل الشك في صفوف عناصر الأتليتيكو، لأن كنا نعتقد بأن تسجيلهم هدف مبكر يخليهم معنوياتهم يخليها مرتفعة ويخليهم يلعبوا المباراة بأكثر ارتياح، يبعدوا نوعا ما عنهم الشك.